اليوم بابا، مو اليوم يعني، بابا كان مسوي دايت كيتو، فاليوم يوم مفتوح له، يوم قصدي يعني يوم مفتوح يقدر ياكل اللي يبغاه، فاليوم بنروح ناكل سوشي. سأمسك ساعتي لاني مرة كنت مشتهية السوشي، ف بروح ناكل سوشي. فبجهز معاكم واسالف لكم نفس الفيديو الماضي، بما انه كلكم حبيتوا انه فقرة السوالف وسوالف البيض. بس برتب لا طالعوا. Hey guys, this is my outfit. Hey guys, وصلنا. ماكي مو بيت وزي بس وصلنا. Guys, أفضل نوع ديناميترول هذا. اشفط اللي جوا شو اي كذا اشفط كذا يلا لا فك فك يلا لا لا يلا كل كل هذا اللي جوا كل هذا كل كل هذا اللي جوا هو لما تاكليه طعم بس بعدين في الاخير في حاجه اللي كذا مره دودو الله يعرفنا منه. اليوم طريقة مسك الشبستيك. أول حاجة تسوي كذا، تخلوها قد بعض، بعدين كذا وبس. والله السلام عليكم. ما راح يكون عندكم وقت، عطوا كل جايز. الحين بجرب سوشي بالمانجا. هذا كراب مقلي بس كانه شيبس، طعم غريب. هذا بالمانجا. طعم وغريب في نفس الوقت. ياب. كم كان عمرك لما دريتوا انه هذا البرتقالي بيض السمك؟ بيض السمك، بيض السمك والله. والله بيض السمك يا ماما. طعم طراطيع. إذا شفت ذيك الحلاوة اللي تصير برضو من كذا. أنا أفضل حتفجر. جايز من اول رجعنا، لكن نسيت اصور لكم. فرجعنا الساعة 3:30 الفجر او الليل مدري. فالحين صباح وابي افطر، فيلا نروح المطبخ. اوكي انا بسوي سموذي بالفراولة، فجبت الفراولة طبعا. فالحين نحط موية، موية حليب قليل. تقدر تحط ما تقدر تحط حليب، يعني انا ترى هذه اول مره اجرب، فما اعرف اي حاجه. هل انا راح تضبط الطريقه ولا ما أعرف. ما اعرف حاجه في الحياه، وهذه اول مره اجرب هذا الشيء، وحموت يمكن ما ادري. اتوقع كذا كفايه. اي ثينك يعني ما ادري. نحط 3 ملاعق. ما انشبكته. اقسم بالله تسلم يدي، اقسم بالله. ما عالي اللي ما يدري، انا اشتغلت في فن التقطيع
لمدة مدة كم؟ مدة 5 سنين. فعشان كذا أنا أقطع بيون صحن، يعني على طول شوف كيف طوالي، شفتوا كيف؟ يلا أوريكم. بس دحين قاعد امنتج الفيديوز، قاعد امنتجهم اللي صورتهم دوبي. المهم كده خلصنا فيديو اليوم، سووا لايك سبسكرايب كومنت شير، اذا عجبكم الفيديو سووا لايك، اذا ما عجبكم سووا لايك. يلا سي تومورو، لا مو تومورو، يمكن بعد اسبوع. المهم سلموا لي.